قوات من الحزام الأمني المدعوم إماراتيا تصل محافظة أرخبيل سقطرة البعيدة كليا عن مخاوف سيطرة ميليشيا الحوثي وعن عمليات الإرهاب والمتطرفين. فماذا تريد الإمارات إذن بهذه القوات ولماذا الآن؟ تقول المصادر المحلية إن عشرات المسلحين وصلوا إلى سقطرة قادمين من محافظة عدن على متن سفينة إماراتية بعد تلقيهم تدريبات في معسكرات تابعة للإمارات. تم نقل المجندين إلى سقطرة بلباس مدني دون عتاد عسكري. استقبلتهم في ميناء الجزيرة قيادات المجلس الانتقالي، وهو الكيان الذي تدعمه الإمارات ككيان موازي لمؤسسات الدولة الشرعية، حيث تقول المصادر إن ممثل الإمارات في الجزيرة يعمل حاليا على إيجاد مقر لهذه القوات داخل سقطرة التي تبعد نحو 350 كيلومترا عن السواحل الجنوبية اليمنية. نحن أبنائنا جزء منا، اللي في الأمن هو من أبناء سقطرة، اللي في الجيش من أبناء سقطرة، في أي تشكيلة من تشكيلات الخاضعة للشرعية هي جزء من أبناء سقطرة، وما نريد أن نشكل أي تشكيلة خارج عن السلطة وعن إجراءات الشرعية، لأنها تعمل على التفرقة. رغم رفض محافظ سقطرة رمزي محروس، تصر الإمارات على إنشاء معسكرات لقوات لا تتبع القوات الحكومية في الجزيرة. فشل الإمارات في إنشاء قوات النخبة من أبناء محافظتي سقطرة والمهرة، واستقدامها لقوات من الحزام الأمني التابع للانتقالي إلى سقطرة صورة من صور الرفض الشعبي للإمارات وأجنداتها وأطمعها في اليمن. هذه الإجراءات لابد أن تصل للجميع، لكننا لا نريد تشكيلات خارج عن هذا الإطار، وما يسمى بالحزام الأمني لا يمكن أن يتم في سقطرة، لأن الحزام الأمني بورة للصراع في هذه المحافظة، ونحن نعلن أمامكم جميعا أننا لن نسمح بذلك، وأننا بناء على بلاغ من التحالف نحن سنتخذ الإجراءات اللازمة والقانونية. ها هي قوات من الحزام الأمني تصل إذن إلى سقطرة رغم رفض السلطة المحلية والمواطنين، وهناك مخاوف من تقويضها للسلم الاجتماعي. فهل ستدرك قيادة الشرعية الخطر وتقول هذه المرة لا للخطوات الإماراتية في الجزيرة، أم ستواصل صمتها كما صمتت عن إجراءات القوات السعودية في المهرة؟ وأؤكد لكم بإذن الله أن أهل سقطرة سيكونون جزء من الإمارات ويستحقون هم الجنسية بدون ما طلب، هم أصلا منذ القدم ونحن وياهم. لا تخجل أبو ظبي من إعلان أطمعها في سقطرة، بل تسعى بشتى الوسائل لإغراء المجتمع السقطري واستمالته وتأليبه على الشرعية اليمنية. رحلات جوية بين سقطرة والإمارات لا تنقطع، وتصريحات مستمرة بضم الأرخبيل للإمارات وبتوزيع الجنسيات الإماراتية على أبنائه في تعد صارخ على السيادة اليمنية.